أكيد بدي أصبح على جميع اللي انضمونا بهي الفقرة وأكيد اللي مداومين معنا من بداية صباح سوريا. تقريبا فينا نقول حياتنا كلها متمحورة حول العلم حول العمل عفوا، ويبدأ هذا العمل بمقابلة. كتار منا ممكن يكونوا كتير شاطرين وعندهم فعلا سي في قوي بمجالهم، بس يمكن ما يتجاوزوا هاي المقابلة هي العثرة يمكن بحياة كتيرين. كيف منخطط ومننفذ مقابلة عمل ناجحة، وكمان كيف فينا نعرف إذا هذا المكان اللي نحن بدنا نشتغل فيه إذا مناسب أو لا؟ حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر خدمة السكايب العاملة في المجال الموارد البشرية تيماء معراوي. صباح الخير تيماء. يسعد صباحك تيماء. صباح الخير أنا لازم ألم. أي شخص مقدم على عمل جديد، شو أهم نصيحة ممكن تقدميها له؟ هلا أي شخص مثل ما حكيت نور أنه هو العمل محور حياتنا، فنسعى دائما أنه نحصل على وظائف جيدة بتناسب مهاراتنا وخبراتنا. فنحن بالبداية عندنا المفتاح الرئيسي لنحصل على العمل هو المقابلات العمل. فالنصيحة المهمة لأنه أنا أحصل على عمل اللي بحلم فيه هو أنا اليوم اللي بتجيني الفرصة لأروح على انترفيو هو أنا أكون محضر 100%، أكون أنا فعلاً مجهز كل أدواتي وكل أجوبتي وكل كيف الأفكار. كيف بدي أحضر؟ يعني كيف لازم نحضر 100%؟ تمام. هلأ اليوم أنا أغلب المواقع بالإنترنت موجود فيها تقريباً الأسئلة الشائعة اللي بتنسأل بالمقابلات، بالإضافة أنه أنا اليوم عندي تخصص خاص فيني مثلاً بالهندسة، أنا مثلاً اليوم بشتغل بإدارة الموارد البشرية، ففي أسئلة خاصة لهي المهارة. فاليوم أنا مفترض يكون عندي يعني مجهز ورقة أو حاطط رؤوس أقلام أنا شو ممكن أنسأل بهاي الوظيفة، وأعمل مقابلة وهمية بالبيت. ممكن أقعد قدام المراية، ممكن أقعد مع حالي أحكي بصوت عالي، ممكن أستعين بأخ أو صديق أنه على أساس عم نعمل مقابلة وأقول له يسألني هاي نفس الأسئلة وأحاول أجاوب على كل الأسئلة المتوقع أنه أنسأل عليها. لأنه أنا اليوم وقت بروح المقابلة وبكون عم بجاوب الأجوبة بثقة كتير هذا الشيء رح ينتقل للشخص اللي عبيه بيستمع لي وبيعرف انه انا فعلا عندي هاي المهارات، وخاصه اذا كانت كمان اسئله بتخص مهارات تواصل مثلا او مهارات ثانيه ممكن يستثمرها هو بشغله وبتكون مفيده له. مثل ما ذكرتي تيماء انه فعلا اليوم السوشيال ميديا او حتى المواقع الالكترونيه يقدر الواحد يفوت عليها ويشوف شو هي الاسئله الممكن تجي بمقابله العمل، لكن البعض يكتب بالمواقع الالكترونيه انه في حال تم سؤالك عن مثلا الراتب الشهري انت لازم ما تجاوب، وبطرف اخر يقول لا لازم تجاوب وفعلا تكون صريح. انت مع اي النظريتين؟ قصدك انه راتبه القديم ولا الراتب الجديد المتوقع مثلا؟ يعني على سبيل المثال هذا سؤال على طول ينسال بمقابلات العمل. بالضبط. هلا نحن بالعاده بنسال هذا السؤال لحتى نعرف الليفل او يعني الرينج اللي هو متوقعه. يعني في اشخاص ممكن يجوا يكون عندهم افكار او متوقعين ياخذوا مستوى معين من الراتب يكون انا كشركه ما بقدر ادفع له اياه. فهو لو سالناه هذا السؤال هو من المفترض يحط ما يتناسب وخبراته والشيء اللي بيقبل فيه. يعني بمعنى اليوم انا هو كان بالشغل الماضي عم ياخذ بمعدل 4000 مثلا، فهو اليوم بده ينتقل على شغل اخر بده يطور نفسه، فهو بده ياخذ راتب اعلى. فممكن يقول انا اليوم الراتب الاقل او الادنى اللي بقبل فيه بيكون ممكن من نقطة اللي ترك منا الشغل الماضي. فهو أكيد ما رح يرجع خطوة لورا، هو رح يطلع لقدام. صحيح. فممكن يجاوب هذا الجواب أو
ممكن يجاوب جواب دبلوماسي الاخر إيه؟ يلي هو بيقولوا انه لازم ما تقول انه انا بدي راتب، واقول له انه انا بقبل بالراتب اللي موجود لهي الوظيفه اللي انتم مخصصينه وفق سلم الرواتب او مستوى الرواتب بهي المؤسسه. لكن بعض المؤسسات ممكن تستغل هذا الجواب وفعلا يعني ينطوا راتب اقل من نظرائه بالعمل، صح تيماء؟ بتصير. لذلك انا بالنسبه لي بس بنصح حقيقه انه انا أقدم اللي عندي، أقول أنا الحد الأدنى للراتب اللي بقبل فيه هو هذا الرقم. هيك أنا بكون على صفحة واحدة مع الشركة اللي أنا بتقدم لها، هو بيعرف أنا وين يعني شو الراتب الأدنى اللي مقبل فيه، وهو وأنا بكون طرحت نفسي، ما استغل هو هاي النقطة مثلا يقدم لي عرض عمل أقل من اللي أنا بستحقه. طيب أحيانا تيماء يعني بيكون في أسئلة مثل الفخ بمقابلة العمل، إذا ممكن يعني تشرحينا شوي شو هي الأسئلة وشو السبب وشو الهدف منها وشو الأجوبة اللي لازم يكون عليها؟ هلأ الأسئلة هي أحياناً بتكون مو أغلبها هي بتكون فخ، لكن في أسئلة بتكون هي الغرض منها أشوف كيف هذا الشخص بتصرف بهاي المواقف. يعني ممكن شوي يسأله سؤال فهو يجاوب جواب عادي، فهو يستفزه يحاول يقول له معلومة أخرى يعني إضافية، فيحاول يستفزه بالمعلومة لحتى يشوف ردة فعله. هذول الأجوبة كثير بيعطوا مؤشرات قديش هذا الشخص قادر، أول شغلة يكون منضبط انفعاليا، قديش هو ممكن يجاوب يحافظ على استقراره وهو عم يجاوب لو كان معصب مثلا، خاصة هي وقت تكون عم حدا عم يقدم على مناصب بتكون هي إلى تواصل دايركت مع الناس او مع مثلا بخدمه عملاء، فكثير بيسالوا اسئله بتخص انه اليوم اذا اجاك مثلا عميل معصب او حاول انه هو يعلي صوته او شو كيف تتصرف معه، فبيضلوا بيحاولوا يستفزوه لاكبر حد لحتى يعرفوا هو كيف رح يتعامل مع هاي الجزئيه. بعض الاسئله بتكون مثلا انه هو الشخص اللي عم بيسالها بطريقه عم يمثل فيها انه هو هيك يعني شوي انه بعنجهيه او بطريقه بلا مبالاه لحتى يشوف رد فعله للمتقدم انه كيف رح يتعامل معه، هل هو رح يبقى عم بجاوب بنفس السويه بنفس الهدوء ام هو رح يتضايق ويتلبك وانه هو رح يترك المقابله ويمشي او ما يكمل. فهي الاسئله الغايه منها هي قديش هذا الشخص بالفعل عنده مهارات تواصل، قديش هو عنده ثبات انفعالي، قديش هو قادر انه ما يتوتر المواقف اللي فيها ضغط عمل او فيها ضغط الشغل او ظروف ضاغطه بالنسبه له. فهي الغايه من الاسئله الفخخه، وليس الغايه منها مثلا بيفترضوا لا هو حاول انه يسالني هي الاسئله الصعبه لانه بده يطفشني، لا هو احيانا بيكون في مواقف او مناصب تحتاج انه بالفعل مثل امتحان يعني مثل امتحان شفوي مثل ما بيقولوا. طيب في اشياء لازم نتجنبها بمقابله العمل، مثل شو مثلا؟ هلا خلينا نمشي باول خطوه انه انا بالبدايه اتجنب انه انا اوصل متاخر مثلا. فاليوم انا اذا وصلت متاخر فهذا الدليل انا ما عندي تنظيم للوقت وانا شخص غير مبالي. نفس الشيء ما اوصل بكير، يعني اليوم انا ما معقول اوصل على المواعيد دي قبل ربع ساعه، ممكن انا البك الشركه ممكن يكون غير يعني غير مجهزين، فلا المفترض اروح بالوقت، بخاف انه اتاخر على الطريق، اوصل لمكان المقابله لكن ما ضروري انا ادخل، ممكن انتظر برا بالشارع ممكن كذا. فهي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه انه انا اللي كثير بركز عليها انه انا لا اكذب بالمعلومات اللي عم بقولها، لا ضمن السي في ولا انا عم بحكي ولا بالاجوبه، لاني الشخص اللي عم بيعمل لي المقابله هو عامل الاف المقابلات وعنده مهارات كثير كبيره ليقدر يلقط اشارات من الشخص اللي عم بيحكي انه هو ما عم بيحكي الصح او لا. فلذلك نحن عندنا فرصة بهاي الانترفيو نحاول نستغلها ونحكي الحقيقة، نظهر مهاراتنا ومواهبنا، ما نحكي شيء مو صح لأني رح نخسر فرصتنا بمجرد ما الشخص اللي عم يعمل لي المقابلة يكتشف إن أنا خبيت عليه معلومة أو حاولت أقول معلومات غير صحيحة. فهدول الجزئيتين كبداية هن كثير مهمين. مهمات. تفضلي. كنت بدي اسالك ايضا يعني بسؤال على طول ينطرح، او تقريبا اغلب المؤسسات او الشركات او الموارد البشريه تسال هذا السؤال، اللي هي انه شنو هي نقاط ضعفك؟ فالانسان يحتار، هل اقول لهم اني نقاط ضعفي ويمسكوها علي ولا انه اني اغبيها؟ فانت مع اي نظريتين؟ هلا هو هذا السؤال
اهم شغله وقت يقول لي شو نقطه ضعفك، ما اقول له طيبه قلبي. يبدو كثير يعني قايل لك هذا الموضوع. دائما بقول لك انه انا قلبي طيب والموظفين بساعدهم وكذا، فانه ما اقول له طيبه قلبي، فخليني اقول له استثمر هذا السؤال مثل ما قلتي، لا ما يستغله، احاول اعكسه لصالحي، انه بالعكس انا اجاوب جواب اعكسه لمصلحتي الشخص، لمصلحتي، لحتى افرجيه انه لا انا اليوم حتى نقطه ضعفي هي نقطة قوة بالنسبة لي. يعني مثلا ممكن هو إذا سألني شو نقطة ضعفك أنه أنا أجاوب، يعني أنا مضطر أجاوب، ما فيني أقول ما لازم، لا لازم أجاوب، بيكون الجواب مدروس. فبقول له أنه أنا اليوم بركز كتير مثلا بالتفاصيل، وهي التركيز بالتفاصيل ممكن شوي يتعبني، لكن كتير بساعدني بشغلي وقت بدي أكتب تقارير نهائية للمشروع. فأنا بيكون كتير مراعي أنه ما يكون في ولا خطأ. فأنا حولت نقطة الضعف لقوة واستثمرتها في المقابلة، لأنه هو يعرف أنه بالعكس هذا الشيء هو إيجابي وليس سلبي. صحيح. طيب تيماء، وين بتشوفي حالك بعد 5 سنين؟ هذا السؤال أيضا المعتاد. ليش تسألوا هذا السؤال؟ شو الهدف من هذا السؤال؟ صراحة بالفترة الأخيرة التغى هذا السؤال. لأنه نحن متأكدة يا تيماء؟ بعد 5 شهور ما عم نعرف وين حنكون. تماما. فالمفترض مدراء الموارد البشرية أو الأشخاص اللي بيعملوا المقابلات أنه هون يتجنبوا هذا السؤال بشكل أو بآخر. ممكن نغير صيغة السؤال أنه أنت شو الشيء المخطط له من خلال عملك معنا بالشركة بالسنين القادمة. فممكن يكون هو بشكل آخر هذا يكون جواب بشكل إيجابي أكثر. ممكن هو يقول أنا حالياً هو بشتغل ومعكم من سنة سنتين بحسب تواجدي وحسب تطوري بالوظيفة، فيكون الجواب شوي مقنع أكثر. لأن اليوم أنا وأدل وين شايف حالك بعد 5 سنين، فهو ما كثير قدران يشوف حاله، خاصة نحن ببلاد اللجوء، نحن بوضع غير مستقر، أغلب المؤسسات الشركات كمان غير مستقرة، فشوي صار إجابي على هذا السؤال صعب. لذلك خلينا شوي نعيد صياغته لهذا السؤال، ونسأله للشخص أنه أنت شو مخطط لحياتك بالسنوات القادمة بشكل مرتبط بوظيفتك الحالية. فممكن يكون سؤال شوي أزبط، يعني بتحسي واقعي أكثر. طيب تيماء، يعني سوينا المقابلة، وقبل ما نطلع من المقابلة أكيد بإشارات ممكن تخلينا نفهم أنه إحنا رفضنا بهذا العمل أو تمت الموافقة عليه. سوري قصدك هو إشارات من شخص اللي سوى المقابلة من الموارد البشرية، ممكن بإشارات أو كلمات تريح هذا الشخص أنه هو فعلا انقبل بهاي الوظيفة. أوكي. هلأ يعني مش أكون صادقة معك، مفترض أن المحترفين بموارد موارد البشرية ما كتير لازم يعطوا إشارات أو يبين أصلاً هو ما بيطلع ما بيعرف من قبل ولا لا. لأني بالعادة يعني بالمقابلات بتنتهى بيكون لسه في إجراءات أخرى، فشوي ما بيكون في تصريح أنه هو انقبل ولا لا، لحتى هو ما في جزئيات مثلا مقابلات أخرى أو ممكن يكون في نتائج لفحص تقني، فما بالضرورة يكون في إشارات. هلأ إذا بدنا ناخذ شوية إشارات هي بتكون كتير بسيطة، وخاصة إذا هن قالوا بكلام واضح صريح أنه رح نتواصل معك خلال يومين من أجل الفحص التقني، نحن خلال يومين رح نخبرك، ممكن نبعث لك عرض بس عمل. بس مو يومين يا تيمة، يعني ولا مرة بوظائف بعد يومين يردون على الإيميل، ممكن تروح للشهور. لا بالقصد قصدي بعد المقابله هيك بقول لك قليل كثير ليبين. اليوم انا اذا كانوا كثير انهم فعلا انه اعجبوا فيه وبدهم اياه، فممكن يقولوا له بعد يومين رح نخبرك، فحتى ما يخسروا له شخص. يعني انا اليوم استقطاب المواهب كثير صعب. اليوم انا وقت بشوف شخص بالفعل هو محترف وهو بروفيشنال وانا بحاجه له، فممكن فورا انه انا بعد يومين ثلاثه انه اباشر باجراءات، انه ابعث له عرض عمل، انه اعمل له الفحص التقني، ممكن اعمل له مقابله ثانيه، فما اضيع الوقت. لذلك قلت لك ما كثير في مؤشرات ممكن الشخص يستدل عليها. كثير ناس تطلع بالمقابلة كتير مبسوطة ومرتاحة وبتقول لك أنا عملت كتير منيح بالمقابلة، بتتفاجأ إن أجاها إيميل بالرفض. لذلك اليوم أنا ما كتير عندي مؤشرات ممكن تظهر من إدارة الموارد البشرية، بقدر ما لازم أنا كشخص كمتقدم أنا اليوم عم بعمل انترفيو أشوف شو المؤشرات اللي أنا شفتها بالمقابلة لتخليني أنا أفكر إنه أقبل عرض العمل منهم ولا لا. اليوم أنا اليوم عم بعمل مقابلة معهم وبحاول افهم شو الجوب ديسكريبشن لهذا الشغل، عم بساله شو مهامي، وهو صاحب الشغل متلبك هو ما بيعرف شو لازم اشتغل. هون انا بعرف انه هي الشركه اصلا هي
ما لها عندها تنظيم، ما لها غير مناسبة. تمام. ففي بلاكس انا اليوم لازم اشوف مثلا اليوم عندي لجنه، اذا كان اعضاء لجنه من بعضهم اثناء المقابله عم بيحكوا بطريقه سيئه او ما تواصلوا خطا، فمعناتها في مشكله مكتوب مبين من عنوانه بالاداره. لذلك انا لازم القط اشارات اليوم. اعرف مثلا اليوم انا بس سالته سؤال معين عن الشغل، فقال لي لا نحن الشغل اولويه، اهم من حياتك واهم من عائلتك، واليوم انت ممكن تشتغل معنا اضافي بس نحن اضافينا مو ماجور، ممكن تشتغل بايام لاطفه. فانا اليوم طب يعني بما انك حكيتي تماما، بما انك حكيتي هي النقطه، يعني بالنسبه لسؤال التوازن بين الحياه العمليه والحياه الاجتماعيه، هاي النقطة بالذات شو لازم نقول؟ كيف لازم ناخد إشارات فعلاً بأنه نحن عنا حياة خاصة فينا؟ هلا نحن اذا بدنا نحكي او نجاوب عن فكره التوازن بين الحياه الاجتماعيه والعمل، بنقول له نحن عاملين تنظيم للاولويات بين الشغل وبين حياتي الاجتماعيه. اليوم انا وقت بيكون في عندي شيء اولويه بالشغل وهو ضروري، هو على التوازي بنفس الحياه الاجتماعيه. نحن اليوم ما لازم نقول والله لا انا شغلي اولويه وانا اهم من عائلتي واهم شيء، لا بالعكس. أصحاب الأعمال الشركات الكبيرة المحترفة صارت تشتغل على برامج تسمى اللي هي الستاف كير، صارت تشتغل على رعاية الموظفين من الناحية الاجتماعية، صارت تسلين تعطيهم إجازات لحتى يكونوا جنب أسرهم بأثناء المواقف الصعبة، صارت تعطي إجازات بأثناء الولادة، صارت تطلعوا الرحل مع عائلاتهم، صارت تشتغل هي على الستاف كير، إنه لأن هي بدها يكون هذا الشخص مرتاح من الناحية الاجتماعية، لأن الشخص تكون مرتاح اجتماعيا ببيته مع بأسرته مع أولاده، فهو حينعكس إيجابا على الشغل. لأني إذا قسناها بالعكس وبنعرف أن هذا الشخص مضغوط بالبيت وعنده مشاكل مع زوجته بحياته ما بيقدر يشوف أولاده، فهو حينعكس سلبا على شغله، وبالتالي هو رح يتأثر إنتاجه أو رح يتأثر ضغطه بالشغل، رح يبلش يخربط هالقصص. لذلك لازم نحن وقت يسألنا أنه ويعرف أنه التوازن ضروري فهذا إيجابي، إذا شفته بالعكس بيقول لي انه هو لازم ما تعمل هذا التوازن فاهربي فلازم اعمل رن. طيب تيمة، يعني قبل ما نختم بدنا قاعده ذهبيه منك لكل متقدمين على وظائف عندهم فرصه بالعمل او مقابله عن قريب. تمام. هلا اهم فرصه لازم نحطها هيك شعار انه الوقت الحالي كثير صعب انه انا احصل على عمل، وقبولي لأروح على الانترفيو هو خطوة كتير مهمة ومفتاح ذهبي بإيدي لحتى أروح أنا وأشوف هذا الشخص صاحب العمل وأقنعه بنفسي. لذلك أنا لازم أجهز حالي بشكل كتير جيد، لأني أنا اليوم عندي فرصة لأكون أنا مسوق لنفسي وأقدم نفسي بالطريقة جيدة لأقدر أكسب هذا العمل. كثير قليل للناس توصل لمرحلة المقابلة، فاليوم أنا وقت إذا وصلت لهي المرحلة فلازم أستغل لأحسن استغلال لأقنع فعلا هاي الشركة أنه أنا الشخص المناسب يشغل هاي الوظيفة، وأنه أنا رح أقدر أكون قادر على تطوير الأعمال وأحصل عليها بشكل أو بآخر بكل ما طاقتي الإيجابية أحطها بهذا الموضوع. أيضا تيماء ما ننسى أنه فعلا في أشخاص أيضا يعملون بمجال الموارد البشرية هم فعلا يعني يمكن يكون غير مؤهلين أو فعلا تكون يعني تعاملهم مع الموظفين سيئ. بشكل غير جيد، ويمكن عندنا أمثلة بالواقع يعني أنه الموارد البشرية تعمل بمجال ما له علاقة أبدا الموارد البشرية يكون فقط للمحاسبة. بتمنى فعلا أنه الموارد البشرية بمجتمعاتنا يكون لها أثر وأيضا واقع إيجابي على حياتنا صحيح. وعملنا العاملة في مجال الموارد البشرية. تيماء معراوي كنت معنا من غازي عنتاب التركية، شكرا جزيلا لحضرتك ونهارك سعيد. شكرا لكم، صباح الخير. شكرا.